ماشي يا شباب، فاضل لنا بقى الانواع اللي ما كانتش اي اكس تايب. زي مين؟ زي الكالسيوم فلورايد وزي الباريوم تايتانيت. كالسيوم فلورايد الاسم المشهور ليه يعني اسمه فلورايد، اما الباريوم تايتانيت ليه اسم مشهور اللي هو البير اوف سكايت. طيب بالنسبه للكالسيوم فلورايد، هنا بقى نمبر اوف فورمولا يونتس مش هيبقى قد الكاتاينز قد الانينز. تمام، لازم لكل حاله نشوف النمبر اوف فورمولا يونتس بكام، النمبر اوف كاتاينز بكام، والنمبر اوف انينز بكام. بالنسبه لرسمه الكالسيوم فلورايد، انا هنا وزعت بس الفلورايد، رسمت لك هو برضو عباره عن كيوبيك يونت سيل، ومتقسمه زي ما عملنا في الزنك سلفايد، متقسمه ل 8 كيوبس، وبرضو بنظام بالتبادل مين فيهم معاه الكالسيوم. يعني لو قلنا على المكعب الصغير ده، لو جينا كده وحطينا واحدة هنا، يبقى قصاده ورا في واحدة في نص الكيوب اللي ايه اللي ورا. تمام، في واحدة في نص الكيوب اللي ورا. تمام، هيبان عندك من الرسمة من فوق، يبقى واحدة هنا وواحدة هنا. طيب المفروض طبعا هي ورا البوردر الأخضر بتاع الكيوب اللي قدام، مش هتبان يعني كلها. وهي موجودة يعني بقيت اهي في الكيوب اللي ايه اللي ورا. طيب الكيوب اللي قدام بقى هنا ده كان فيه، يبقى اللي تحته مفهوش، اللي ورا اللي هو هنا اهو. تمام، اللي ورا ده في واحدة ايه في نص. تمام، طيب نيجي بقى هنا، يبقى ده هنا في واحدة في نصه. نيجي الناحية التانية، طالما في واحدة في اللي ورا يبقى في هنا واحدة فين؟ في اللي قدام ده، هو ده الأخير اللي هيبقى فيه واحدة من قدام. أنا عارفة إن الرسمة بتكعبل في الآخر، بس أنا بحاول أوضح لك الرسمة على قد ما أقدر. تمام، طيب النمبر اوف فورمولا يونتس عندي كام كالسيوم فلورايد على بعضه، ده هيعتمد على اني عندي كام كالسيوم وكام فلورايد، وبعدين نشوف كام فورمولا يونت. طيب الكاتاين اللي هو الكالسيوم، عندنا كام كالسيوم؟ الكالسيوم هو اللي احنا رسمناه بالاسود في النص، رسمنا 4 كور في النص، يبقى معنى كده عندنا 4 كاتاين. طب والنمبر بتاع الانينز؟ النمبر بتاع الانينز لو من الفورمولا المفروض هو ضعف الكالسيوم. تمام، طب لو مش من الفورمولا انا عايز اعده، اعده ازاي؟ انا عندي 8 في 8 لان هو موجود في الكورنرز. تمام، يبقى 8 في 8 زائد
في واحدة عندنا في النص كاملة في النص موجودة هنا، فدي كمان ايه واحدة. وفي عندي دول اللي هما في نص الادج ده، في نص كل ادج، يبقى معانا قلنا الشير بتاعها دي بيكون بربع، يبقى ربع في عدد الادجز اللي هما كام؟ 12. ربع في 12، ربع في 12 يبقى 8 في 8 ده كده واحد، ومعانا واحدة كاملة، ومعانا ربع في 12 يعني كام؟ 3. وفي عندنا اللي في نص الفيسز، ودول بنحسبهم بكام؟ بنص، فهيبقى نص في 6 بكام؟ ب3 زائد نص في 6 يعني 3. 3 و5 يبقى كله على بعضه ايه؟ يبقى كله على بعضه بكام؟ ب8. طيب بيجي يسألك بقى coordination number للقطاين، coordination number للقطاين. لو انا جيت رسمت مكعب من المكعبات الصغيرة دي، المكعبات الصغيرة دي هلاقي ان هي شبه مين؟ شبه السيزيوم كلورايد، الكالسيوم في النص والفلورايد من كل حتة، كالسيوم في النص والفلورايد من كل حتة. يبقى coordination number للكتاين اللي هو الكالسيوم حواليه كام فلورايد؟ هو حواليه 8. طيب coordination number للأناين، coordination number للأناين يعني الفلورايد حواليها كام كالسيوم؟ علشان ما ندورش كتير هنشتغل على الفلورايد اللي في نص الكيوب، اللي في نص الكيوب دي ومشتركة ما بين الكيوبس الصغيرة دي، اللي في النص دي بتلامس ادا 1 2 3 4، يبقى الكوردينيشن نمبر بتاع الاناين بكام؟ ب4. تمام. يهمني برضو علشان المسائل لو جات لك مسألة مطلوب منك حاجة ليها كالسيوم فلورايد ستراكشر، عايزين العلاقة العامة اللي ما بين الـ A وما بين ار سي وار اي. تمام. علشان نسهلها عليك بص على الكيوب الصغير وخليك عارف ان طول الضلع بايه على 2، بما انها شبيهه لل سيزيوم كلورايد يبقى معنى كده ان الكاتاين والاناين بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا في الكيوب دايجونال، والكيوب دايجونال ده طوله قد ايه؟ ايه على 2 جذر 3 هتساوي 2 ار كتاين واتنين ايه؟ ار اناين، يبقى 2 ار كتاين واتنين ار اناين. ده بس علشان تبقى عارف العلاقة لو جاتلك. على الرغم من ان احنا هنا بنقول coordination number للكتاين و coordination number للأناين، الكالسيوم فلورايد مشهور بصورة عامة ان هو الكوردينيشن نمبر بتاعه ب8، وده بسبب انه شبيه جدا بالمين؟ بالسيزيوم كلورايد. لو طيب كده يبقى فاضل لنا النمبر اوف فورمولا يونتس. النمبر اوف فورمولا يونتس انا معايا 4 كالسيوم و8 فلورايد، يبقى هيدوني ايه؟ 4 كالسيوم فلورايد، كأني بعملهم زي معادلات المولات، 4 كالسيوم زائد 8 فلورايد يدوني 4 كالسيوم فلورايد. يبقى عدد الفورمولا يونتس بكام؟
ب4. التمانية دي ده كان عدد الأنايونز، تمام. طيب ندخل على الشكل الأخير اللي هو الباريوم تايتانيت، وده اللي قلنا اسمه المشهور بيروفسكايت. مطلوب مني برضو نفس الحاجات، الباريوم تايتانيت الأسود ده هو الباريوم، الأزرق ده هو التيتانيوم، الأحمر الأكسجين، تمام. يبقى النمبر بتاع الباريوم عندي كام باريوم؟ أسهل حاجة 8 في 8، تمام. يبقى عدد الباريوم بكام؟ بواحد، 8 في 8. التيتانيوم برضو سهلة، دي موجودة واحدة بس في النص. طب عدد الأكسجين برضو سهلة، ده هو عبارة عن نص في 6 هيديني 3، تمام. وده متوافق حتى مع شكل الفورميلا، ان 1 باريوم 1 تيتانيوم و3 ايه أكسجين. نيجي للحتة اللي فيها لخبطة شوية، coordination number للتيتانيوم. التيتانيوم ده ايه؟ بوزيتيف، تمام. فلما اجي اقول لك كوردينيشن نمبر للتيتانيوم تعد لي كام نيجاتيف حواليه، اللي هو مين؟ الاكسجين. بس لما بنيجي نعد الاكسجين يبقى 1 2 3 4 5 ايه 6. طيب بالعكس، كوردينيشن نمبر لمين؟ للاكسجين. الاكسجين ده نيجاتيف، يبقى بعد كل البوزيتيف اللي ايه اللي حواليه. يبقى لو جيت اخدت الاكسجين اللي احنا معلمين عليها دي، هلاقي ان حواليها 4 باريوم في نفس البلين، ومعاها واحدة تيتانيوم على الشمال، واكيد في واحدة زيها تيتانيوم على الايه على اليمين. فيبقى coordination number ايه 6. نيجي لcoordination number للباريوم. الcoordination number للباريوم، الباريوم موجود في الكورنر، تمام، والاكسجين موجود في نص الفيسز. الكورنر ده اي كورنر موجود في الدنيا، في البيت، في اي حاجة، هتلاقيه مشترك ما بين 3 مستويات، تمام. وبالتالي الباريوم بيشوف، او الباريوم بيتقابل مع الاكسجين اللي في السنتر بتاع ال3 مستويات، تمام. يبقى جوه اليونت سيل الواحدة الباريوم بيتقابل مع كام؟ مع 3. طيب بما ان الباريوم ده كورنر، و الكورنر ده مشترك ما بين 8 كيوبس، تمام، وكل كيوب هو بيلامس 3 من الأكسجين، يبقى 3 في 8 بكام؟ ب24. 3 في 8 ب24. لكن هنيجي نبص على حاجة، لما أنا جيت قلت إن الباريوم دي في اليونت سيل دي ملامسة للأكسجين دي، جيت عديت اليونت سيل، جيت عد العدد الاكسجين اللي هو بيلامسهم في اليونت سيل اللي جنبها، انا عدت دي كمان مرة، تمام. يبقى في اليونت سيل دي واليونت سيل اللي جنبها، انا قلت ان هو هنا بيلامس 3، وقلت في اليونت سيل اللي جنبها هيلامس 3، واعتبرت ان بتوع اليونت سيل اللي جنبها دول 3 ايه تانيين. لا، ده دايما في واحدة ايه مشتركة، في واحدة كل مرة بعدها ايه مرتين، وده هيتكرر هنا وهيتكرر هنا، هيتكرر في كل الايه الاكسجين. وبالتالي بنقسم 3 في 8 على ايه 2، فيديني ان الكوردينيشن نمبر بتاعي 12. ناخد بالنا من حاجة كمان، ان الكوردينيشن نمبر المرة دي مش ماشي مع الفورميلا خالص، مش ماشي مع الفورميلا ايه خالص. فناخد بالنا، يعني التيتانيوم 6، الأكسجين 6، والباريوم كام؟ 12، تمام. طيب آخر حاجة هنتكلم عليها، القانون بتاع الدنستي والقانون بتاع الأتوميك أو أيونيك باكينج فاكتور. الدنستي
بتاعة السيراميك ماتيريال هتساوي number of formula units في سيجما الاتوميك ويت بتاع الكاتاين زائد سيجما الاتوميك ويت بتاع الانين. الكلام ده على فوليوم اليونت سيل في افوجادروز نمبر، شبيه قوي للقانون بتاع الميتلز، ولكن الفرق هنا ان بقى عندي الاتوميك ويت بتاع الكاتاين وبتاع مين الانين، وبدل النمبر اوف اتومز بقى عندي النمبر اوف فورمولا ايه يونتس. طيب تعال نشوف بقى الاتوميك بيكنج فاكتور ده بيساوي ايه. كان بيساوي في الميتلز الحجم بتاع الاتومز على حجم اليونت سيل، وساعتها كنا بنشوف عدد الاتومز ونضربه في حجم الاتوم الواحدة بنعتبرها سفير وأقسمه على فوليوم اليونت سيل. هعمل كده برضو هنا، ولكن المرة دي فوليوم of cations زائد الفوليوم of anions الكلام ده مقسوم على فوليوم اليونت سيل. فوليوم الكاتاينز يعني ايه؟ عدد الكاتاينز في حجم الكاتاينز يعني حجم كورة الكاتاين اللي هو 4/3 باي ار كاتاين كيوب زائد عدد الأناينز برضو في حجم الكورة بتاعت الأناين 4/3 باي ار أناين كيوب. الكلام ده مقسوم على ايه؟ على فوليوم اليونت سيل. طيب لو انا عندي ايه اكس تايب يبقى عدد الكاتاين هو هو عدد الانين هو هو العدد بتاع الفورمولا يونتس، يبقى الاتوميك باكينج فاكتور هيساوي number of formula units وناخد 4/3 باي عامل مشترك فار كاتاين كيوب زائد ار اناين كيوب. الكلام ده مقسوم على فوليوم اليونت سيل، ومن خلال بقى معرفة الشكل هنقدر نعرف العلاقة ما بين فوليوم اليونت سيل والار اي والار سي. تمام، وطبعا هنا علشان اقدر اعوض لازم يديني يا اما الريشيو بتاعت ار سي على ار اي بكام، يا اما يديني القيم بتاعت الار سي والار اي عشان اعوض بيهم.